أشرفت السلطات الولائية المدنية والعسكرية على الانطلاق الرسمي لعملية توزيع اللحوم من ولاية أدرار للولاية الشمالية. تموين المناطق الشمالية باللحوم، هذه من السنة الماضية كنا من ولاية الأوائل، وهذه تدخل في صلب تعليمات وأوامر السيد رئيس الجمهورية وتدخل في مخطط عمل الحكومة. وراكم تشوفوا حتى الدولة راهي منعت الاستيراد نتاع اللحوم. صاحب المشروع أثنى على التسهيلات التي تلقاها من السلطات المحلية، وأكد أن اللحوم ستتوفر بأثمان تناسب جيب المواطن العادي. هذا المذبح اللي تشرف اليوم بتدشينه من طرف والي ولاية أدرار، هذا اللي نحيوه كذلك والي ولاية أدرار على تذليل جميع الصعاب اللي صادفتنا في ظرف 48 ساعة. كانت كل الوثائق حاضرة وكل الصعاب مذللة، وهذا وكذلك نحيي أيضا الفضل الأول والأخير يرجع إلى فخامة رئيس الجمهورية اللي أعطى أمر صارم باستيراد اللحم أو استيراد الأبقار والمواشي من الدول المجاورة في إطار تجارة المقايضة. الفلاحون والمربون أثنوا على العملية وطالبوا بدعم هكذا عمليات، وإنه مشروع هذا جيد لأن البلاد ينحسب على البلاد ويعتد للبلاد، ونتمنى من كاع المستثمرين في ولاية أدرار وعلى مستوى الوطن في أنهم يزيدوا من مشاريع كما هذه اللي تنمينا الجنوب. وراه مص شيء من 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 بطالة، يعني مشكور سيد الحبوسي، هذا مكسب قوي بالنسبة للمربين وبالنسبة للفلاحين وبالنسبة الناس هذه اللي عندها المحلات نتاع بيع اللحوم. كل باشا وكل مربيين كل مصدرين اللحوم ولينا نجوا لمكان نظيف متهنيين، الحمل يجي في وقته يجي في مكانه في اي شيء صالح له. اليوم العمال يا ربي لك الحمد راهي فايت 50 عامل في هذا المشروع، كل من ابناء المنطقه، وهذا انجاز عظيم. وبهكذا مشاريع وبدعمها نستطيع توفير هذه الماده الحيويه والقضاء على المضاربه فيها.